هلا والله، وحياكم الله في حلقة جديدة من أنت وش أنت. قبل نبدأ الحلقة حابين بس نقول إن صارت في خطأ بسيط في الحلقة الماضية أو معلومة مغلوطة، إن قلنا إن خطفوا بنت وزوجة البطل، لكن في الأصح هي المفروض تكون خطفوا ولد وزوجة البطل. وحتى مع المعلومة المغلوطة اللي كانت موجودة، كلكم أو خلينا نقول أكثركم عرفوا الشخصية. الشخصية هو جون مارستن من لعبة Red Dead Redemption. والحين خلونا نبدأ. شابة تعاني من مرض عقلي، دائما تفكر ومشاعرها تتضارب كثير لدرجة أن الخوف والشك يتحكم فيها، ودائما تسمع أصوات وتشوف حاجات غامضة وغريبة. وبوها حاول أن ما يتركها تطلع من البيت لسلامتها، وفيها أكثر من هذا المرض، أو مثل ما يقولون كانت ملعونة بحيث أي أحد حولها يتأذى منها. وأمها كان فيها مثل هذه اللعنة وسوت أشياء وأذت ناس وانتحرت عشان لا تأذي بنتها، وبسبب هالشيء هي طلعت للعالم عشان تواجه مشكلتها وخوفها. ها، عرفتوا من الشخصية؟ إذا عرفتوها حطوها الإجابة تحت في الكومنتس، وأيضا نبي نشوف التحدي اللي بينكم مين يقدر يجيب الشخصية بدري، وعطونا لايكات، وأيضا اشتركوا في القناة عشان تشوفون برامج رهيبة مثل هذه. كما معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.